بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله نهدى في هذا الفيديو الجميل هنقول لكم إزاي تبدأ مشروعك، مشروع الماس أو مشروع القلم، من البداية حتى النهاية وخطوة بخطوة. بس قبل بداية هذا الفيديو، أول حاجة أطلب منك أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تضغط زر تشترك في هذه القناة، وتضغط زر اللايك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فوائدنا وكل معلوماتنا في هذه القناة. زي ما شايفين دي منظر القناة، منظر الماس أو منظر الغنم بعد التربية وبعد الإنتاج. طبعا أول حاجة عشان تبدأ مشروعك لازم يكون عندك مزرعة أو مكان حشيش عشان تعرف تأكل منه الماس. تمام، لازم يكون عندك مكان عشان تعرف تربي منه الماس، يعني بالشكل ده. شايفين الزرع ده كله بتاعنا، كله بتاعنا احنا، عشان ده اللي بنوكل منه الماس. تمام اهو، يعني كل البرسيم ده، كل اللي شايفينه ده، هو ده بنوكل منه الماس، عشان لازم يكون عندك تمام برسيم او حشيش. بعد ما يكون عندك كده لازم يكون عندك شونة عشان تعرف تربي فيها الماس. الشونة دي اهي، دي شونة مربين فيها الماس، يعني لازم يكون عندكم شونة زي كده بالشكل ده. لازم يكون عندكم مكان وسعاء شكل بالشكل ده، لازم تكون داخل عليه الشمس عشان يشمشوا في الصيف، وفي الشتاء يقعدوا برضو في كده، وفي الشتاء بيقعدوا في الظل هنا، بيقعدوا جوه عشان البرد. تمام، او كده دلوقتي احنا شرحنا عن الزرع وعن المكان، ده اهم حاجة لازم يكون عندك عشان تعرف تبدأ مشروعك خطوة بخطوة. تمام، بعد ما يكون عندك الماس او الغنم، لازم بعد كده تبدأ تجيب المعزة. طبعا في ناس كتير جوا تسألني انك ابتديت انت بكام معزة. طبعا انا ابتديت بهذه المعزة العجوزة دي، شوية المعزة البنية دي او الحمراء. طبعا عداء عيلها، طبعا يعني لغاية النهاردة بتجيب عيال، يعني والله بتجيب انتاج بسم الله ما شاء الله. هي دي اللي ابتديت بيها انا. طبعا برضو لازم تجيب عشان تبتدي، انصحك انك تبتدي بمعزة او معزتين حسب فلوسك، حسب قرشك، ولازم وتجيب قادي او من عند الجيران عشان تعرف تعشر بيه الماس او الغنم. وبس كده، دي الطريقة السهلة والصحيحة. تمام، دلوقتي هنتكلم عن اي علاج، اي مرض، اي حاجة. احنا بس دقيقة خليك معاني، احنا هنتكلم دلوقتي عن ايه، ازاي تبدأ المشروع. تمام، دلوقتي احنا اتكلمنا على البتاع، هنتكلم دلوقتي شوية عن الاكل. ما هو الاكل بتاعهم المفضل والاكل المليح عشان تعرف تبدأ تربي المعز. الاكل بتاعهم المفضل والاكل المفيد جدا ليهم هو البرسيم. طبعا انتوا عارفين البرسيم، الماعز ده برضو هقول لكم معلومة عنه، ان هو بياكل اي حاجة. القش ده اللي شايفينه ده بتاع النخل بياكلوه، سبسبان، اي حاجة بياكلوها الماعز. يعني بص هم المقطمين ده، يعني بياكلوا اي حاجة، يعني انت ما تشغلش بالك، هات لهم بس اي حاجة حشيش وهم هياكلوا. طبعا هو والله مشروع مربح 100% ومضمون، بس انت اعمل اشتغل وابذل مجهودك وكرمهم، والله وهيكرموك. تمام، لازم تكرم الماس عشان يكرموك. هنتكلم دلوقتي عن المي، لازم الماس يكون عنديهم مي. طبعا احنا عندنا شنتين، الشونة دي والشونة التانية. الشونة التانية هي اللي فيها المية، ما عندناش دلوقتي المية. تعمل ايه المية؟ طبعا تجيب صندوق او تجيب جردل وتملاه مية عشان المعز يشرب منه المية. يعني المعز زينة او الغنم بيشرب المية وبيأكل الحشائش او البرسيم، يعني حاجة جميلة جدا، وحاجة جميلة وحاجة روعة. لازم تبذل مجهودك في اقوى وقت عشان تعرف
تبتدي مشروع الماز لازم يكون معاك مشروع مربح ومضمون 100%. تمام. دلوقتي احنا نتكلم التبن ده، يعني ده في حاجة اسمها التبن. التبن ده مفيد جدا جدا للماس، بيقويه جدا جدا، مفيد جدا للمعدة، ويعني حاجة جميلة جدا. يعني الماس ده والله مفيد، يعني بيعمل لك مشروع مربح ومضمون 100%. وبس كده. لو عايز اي معلومة اي فائدة اكتب لي انت بس في التعليق، وانا ان شاء الله في اسرع وقت ممكن اعمل لكم فيديو مخصوص عليه، بس انت اكتب لي فيها التعليق. وده طريقة ازاي تبدأ مشروعك خطوة بخطوة للمعز. بس كده، دي فوائدنا ودي معلوماتنا. يعني بص دلوقتي بسم الله ما شاء الله لقى دلوقتي عندينا خير كتير. يعني انا ابتديت بالمعزة دي، شوف دلوقتي عندينا خير كتير بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في هذه القناة واضغط زر اللايك وفعل زر الجرس، وشكرا.